فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا وجنبوه السواد. غيروا هذا الشيب. غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، يقول هل يدل هذا الأمر على الوجوب؟ اي نعم. لا، ما هو على الوجوب، هذا أمر استحباب، لأن من الصحابة رضي الله عنهم من لم يصبغ الشيب، تركه أبيض. نعم، فصبغ الشيب بغير السواد سنة وليس واجبا. كان مشايخ الشيخ ابن إبراهيم والشيخ اللطيف ابن إبراهيم والشيخ عمر بن حسن والشيخ ابن سعدي وكلهم لحاهم بيض، ما صبغوها، فدل على أن الصبغ تغيير الشيب أنه سنة وليس بواجب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.